شاركت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في فعاليات ختام برنامج تونس عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019، وفي المؤتمر الإسلامي 11 لوزراء الثقافة الذي يحضره وزراء الثقافة بالدول العالم الإسلامي وتنظمه وزارة الثقافة التونسية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو برعاية فخامة الرئيس التونسي قيس سعيد. وعلى هامش اليوم الأول للمؤتمر تم الإعلان عن حصول مركز زوار موقع طريق اللؤلؤ على جائزة الإسيسكو كأفضل مشروع ثقافي في إطار الاحتفاء بمدينة المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2018. هذا وشكرت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة على جائزة أفضل مشروع ثقافي لمعلم يعكس غنى المحرق التاريخي والإنساني، والتي تحتضن موقع طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي. وأوضحت معاليها أن أصداء الاحتفال بختام عام مليء بالنشاط الثقافي كانت تونس عنوانها الأبرز تحاكي ما حققته المحرق التي كانت عاصمة الثقافة الإسلامية العام الماضي، وقد كان آخر منجزاتها إقرار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اقتراح مملكة البحرين بخصوص يوم الفن الإسلامي يوم 18 من نوفمبر يوما عالميا للفن الإسلامي، وهو المقترح الذي تم طرحه ضمن برنامج المحرق عاصمة الثقافة الإسلامية. ونوهت معاليها بأهمية برنامج عواصم الثقافة الإسلامية الذي يسمح للمدن العربية والإسلامية بفتح أبوابها على العالم وتعريف الشعوب الأخرى بما تمتلكه الأوطان من مقومات جذب للزوار ومنجزات تستحق أن يتم المحافظة عليها للأجيال القادمة. البحرين كبيرة جدا في إرثها التاريخي، وهناك عدد كبير جدا من المواقع الأثرية في البحرين التي تفخر البحرين بوجودها، وتفخر الإسيسكو أيضا بأن تسجل هذه المواقع التاريخية الأثرية في البحرين. حصول البحرين على جائزة الإسيسكو هذا العام هو تجسيد لما تتمتع به البحرين من إرث كبير حضاري، وكل ما أتمناه إن شاء الله أن نسمع ونرى إن شاء الله تسجيل عدد أكبر من المواقع الأثرية سواء كانت مادية أو لا مادية من دولة البحرين. في الحقيقة البحرين يعني نالنا شرف أن أنا شخصيا حضرت يعني في اختتام المحرق يعني عاصمة الثقافة الإسلامية، وكنت شاهد على هذه السياسة الثقافية التي تقودها معالي الوزيرة الشيخة مي في مستوى هذا الإنجاز ومستوى هذا الفعل ومستوى هذا الانفتاح الثقافي المهم الذي يشمل ما يدين الأداب بالإبداع بالتراث، يعني وهي مفردات الفعل الثقافي بصفة عامة. ولهذا مهم جدا أن تنال البحرين هذه الجائزة، وهي حقيقة يعني دولة قائمة بعمل مهم جدا ومع المنجز لفعل ثقافي حقيقي وتأسيسي، وينال المواطن وينال يعني الدولة بصفة عامة ويحافظ على إرثها ويطور فيه، وهذا مهم جدا.